إذا أردنا الحديث عن الفضول فلا بد من تمييزه عن أهم مرادفاته وهو الشغف. فالشغف هو حب البحث عن العلوم والمعارف وأسباب وقوع الجرائم والأحداث، وهذا ما يصنف بالفضول الإيجابي. أما الفضول السلبي فهو الذي يدفع صاحبه لتفحص ما يحاول الناس إخفاءه من أمور حياتية أو شخصية، أي أنه أحد طرق اقتحام حياة الآخرين وكشف أسرارهم دون رغبة منهم. يعني إذا تزوج حيقول لك ليش تزوجت، وإذا ما تزوجت حيقول لك ليش ما تزوج، وإذا اشتغلت حيقول لك شو تشتغل وش قد تأخذ، إذا ما اشتغلت حيقول لك ليش بطلت وليش عندك قاعد بالبيت. فالمجتمع كله صار فضولي، كله صار ماجد لعبة خشبية خشمة طويل. من المحب ممكن، بس من كل المجتمع لا، تصير شوية خنقة. يعني تحس إنه ما دي يخلوك تسوي اللي براسك، لازم تسوي اللي هم يريدوا. يعد الفضول مرضا خطيرا يودي بمصابيه إلى نهايات لا يتمناها الأسوياء من البشر، فكل من يشعر بفضوليته سيتجنبه بكل الطرق وينتهي به المطاف بلا أصدقاء ولا أحباب، معزولا منبوذا في المجتمع، ولن ينعكس له من الآخرين سوى الضغينة والحقد. فالفضول يسبب عادة انعدام الثقة وخلق الأعداء، فكما قيل قديما الفضول يولد من الغيرة. الفضول بطبيعة الحال شخصية، يعني يكون نوعا ما مرض نفسي، هذا يحب يكون يعرف خصوصيات الآخرين بمجرد دافع الفضول لا أكثر. فأنا أشوف أنه يحتاج إلى نشر ثقافة الوعي أكثر مما هو إحنا عليه. ومع كل هذه السلبيات أثبت العلم مؤخرا بأن الفضول يقوي الذاكرة، بعد أن رصد باحثون نشاطا كبيرا في المخ عند إثارة فضول الإنسان حول موضوع معين. ويشمل النشاط أماكن معينة في المخ تساعد على تقوية الذاكرة. لبرنامج شمس الفلوجة، عمر جمال.